السلام عليكم خواتي خواتاتي، صباح الخير عليكم. جيسبر تكونوا بيان ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في معلومات جديدة مع اخوكم رفيق شاوي. اليوم خواتي راح نتكلموا في موضوع سقسيتوني فيه بزاف براسك تولي فيديو كاين نفس لي كومنتير تاع خويا، وش هي الميتيات اللي ملاح، اسكو بلومبي مليح، اسكو هذيك مليح، اسكو هذيك مليح. اليوم ان شاء الله راح نجاوبكم، كتبتهم كاع، كتبت بزاف ميتيات اللي تقدر تخدم بهم في النوار، راح نقولهم لكم الكل، وراح نتكلموا في بعض منهم اللي تقدر تلقى بهم خدمة بلو فاسيل. ريحوا معايا، نتلاقاو بعد هذا الفصل. مرحبا بكم الحبايب. الوغ قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، راح نقول لكم تهلاو فيس الانستغرام تاعي راه هنا، اتهلاو روح وابونيو باسكو راني ندير دي لايف وثم ندير دي ستوري ونجاوب على بزاف دي كيستيون بزاف ناس. الناس اللي راهم جد معنا ما تنساوش هاودوا لتحت ديروا ابوني، كي تتفرج دير لايك، كي تتفرج ما تنساش دير لنا بوس لايك باش هكذا لا فيديو تاعنا تروح بزاف ناس ويستفادوا بزاف ناس. انا خوتي راح نبدا لكم ديريكتومون بالميتيات اللي مطلوبين واللي تقدر تلقى بهم خدمه، راح نقولهم لكم الكل ومن بعد نروحوا لبعض منهم ونعطيكم دي ديتاي. الميتي الاول هو الحلاق، حلاق صافي كوافير. الميتي الثاني هو البلومبي. الناس اللي ما تفهم ما تعرفش شنو هي بلومبي، هو اللي يدير الترصيص، الترصيص الصحي اللي يخدم في الدار هذيك تاع الدوش ومن الامورات. السباغ، كهرباء معماريه، التريسيتي تاع لي باتيمون، ماسون، اللي يخدم البلاتر، اللي يخدم البلاكو بلاتر ويخدم بلاتر وهذا الامور كل، اللي يخدم اللي يعرف يدير هنا، باسكو كما هنا في فرنسا برسك لا ماجوريتي تاع الديار عندهم الباركي. الباركي هو هذاك كي تدخل الدار، الارض تاع الدار بالحطب، اللي يعرف يخدم الباركي هذه مليحه بزاف، خلاص تقدروا تتعلموها حتى من دي فيديو في يوتيوب. الجزار، نجاره الالومنيوم ولا نجاره الخشب، هنا ثاني نجاره الخشب مليحه بزاف. ميكانيك تاع طوموبيلات، تاع ميكانيك سيارات والمطوات دراجات ناريه. سودور لي سوديو هذوك والامورات، السودور والطولي هذو اللي يديروا الدوزان تاع لا سودور. اللي يخدموا ثاني، اللي يخدموا العجلات تاع الطوموبيلات وتاع تاع المطوات، اللي غونفلي ويبدل روضه، يحط روضه، هذوما الخدمه دي تاع العجلات. عندك الكلاركيست اللي يسوق الكلارك، اللي يسوق الكلارك هذا ثاني ميتي مليح. طباخ، الطبخ راهو مليح بزاف، خلاص حتى الطبخ، الطبخ تراديسيونيل ولا الطبخ مودرن. وثاني الطبخ تاع لي فاست فود، هذوك اللي يخدموا في لي فاست فود اللي يديروا لي ساندويتش ومنها. عندكم ثاني اللي يخدم البيتزا، ثاني مطلوب ومليح ويسلك مليح. اللي يخدموا لي سيريلي، اللي يخدموا المفاتح وكي تقفل الباب يعرفوا يحلوه ومن لي سيريلي. الطولي، وعندكم 18 هي صيانة الهواتف والهواتف النقالة والحواسب ومن ريباراتور تاع تليفونات، ودي زورديناتور، وسيرتو الناس دوك اللي يعرفوا يديروا الفلاش، يعرفوا كيفاش ينحيوا كود، يعرفوا منها، هذوك ثاني مليحه بزاف خلاص. اون جينيرال عندكم ثاني لانفورماتيك ثاني تنفعكم وتقدروا تلقاو بها خدمه. درك يا خوتي نروح لكم للميتيات اللي تقدر تلقى بهم خدمه فاسيلمون وفي النوار. هذو الميتيات اللي هضرت عليهم كامل، يعني الميتيات اللي هضرت عليهم كامل راهم ملاح بزاف خلاص، بصح كل واحد وكيفاش، كل قادر تلقى فيت في قادر، سا ديبون انت ومعرفتك انت وكيفاش قاعد تحوس. بصح درك راح نعطيكم الميتيات اللي تقدر تلقى بهم خدمه فاسيلمون، اللي ماكش راح تطول وتلقى خدمه بهم باذن الله. وبالمرتبه الاولى هي صافي، المرتبه الاولى هي الحلاق، الحلاقه. يا خوتي تكون حلاق راك في اوروبا قسما بالله راح تنجح، جيب معاك الميتي هذا والله تنجح، باسكو الخدمه هذه مطلوبه بزاف خلاص،
وتقدر تخدم فيها في أي مدينة في فرنسا، في أي بلد في أوروبا، في أي مدينة في أوروبا تقدر تخدم حفاف، باسك في بارتو في الموند ناس تحفف. يعني الميتي تاع الحفاف هو بالمرتبة الأولى، الميتي تاع الحلاقة راكو تنجحوا به. يعني سيو كيفاش تتعلموا هذا الميتي، هذا سيو كيفاش تتعلموه، راكو راح تعيشوا به وراح تديروا به مستقبل ان شاء الله. يعني دبر راسك اللي مازال اذا مازلت في البلاد، سي كيفاش تتعلم الميتي هذا، باسكو اون فوا تجي لهنا راه ما عندكش الوقت باش تتعلم، ولا راه الدنيا راهي تجري هنا، الوقت يجري، يولي ما عندكش الوقت حتى لروحك انت. صافي سيرتو للناس اللي مازالوا في البلاد، سيو كيفاش تتعلموا الميتي هذا، باسكو راكم ماكمش راح تتغبنوا به، راكو تخدموا به، ما تهمش اللغه، حق ربي تخدموا به. الميتي الدوزيام هو تاع البناء بانواعه. صافي ماسون تقول تعرف تبني، تعرف تدير الفايونس، تعرف تدير الكارلاج، البناء بانواعه. البناء ثاني حوايج تاع الشونتي تاع الباتيمون راه ملاح بزاف، خلاص عندكم ما فيها ماسو، عندكم اللي يصبغ، عندكم اللي يدير البلاطر، واللي يدير لوندوي، اللي يدير الارض، اللي يدير الكارلاج، ولا يخدم الباركي، ولا البلومبي، التريسيتي تاع الباتيمات، هادو كلها يعني ميتيات تخدم بهم وتلقى بهم خدمه، ما تطولش وتلقى بهم خدمه. صافي غير تحوس تحوس تحوس، غير توصي الناس، زعما مش غير تحوس قال نحوس نخدم، قال حوس على خدمه او ميم طون قول للناس باللي فوالا راني بلومبي، هكا كش نهار ولا احتجت ولا كش نهار صارت لك لقطه في الدار، ولا خويا خلي النيميرو تاعك عند الناس كل، دير نيميرو خلي النيميرو تاعك عند الناس كل، راهم يعيطوا لك، راك تلقى بها خدمه تاع البلومبي، راك ما تنغبنش بها. هي يعني البلومبي والبناء وهذا الامورات هذو كلها راه سيرتو السباغه وام بزاف 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 ينفعوكم. وعندكم ميتي ثاني نسيت ما هدرتوش بيه، ما فهمتش كيفاه صوتيتو، هو الجزار. الجزار يا خاوتي راه ميتي مليح، وراكو تخدموا به، راك تحوس، راك تروح لي بولونجي، الدور في لي بولونجي با فوالا جو سوي، شوف لي بولونجي تاع عرب ولا لي بولونجي تاع فرونسي، ولا بولونجي راك تخدم، بولونجي راك تخدم. صافي باش تيفيتي عليك تاع القور عليك باش ما تقطعش، ما على باليش انا، باسكو كاين تاع القور اللي ما يبيعوش، اللي ما يبيعوش الحلوف، كاين ديبوشري، كاين جزاره تاع القور ما يبيعوش الحلوف، يبيعوا غير البوف ومن هنا وامورات هذوك ما يبيعوش، خلاص الحلوف كاين تاع الحلوف سبيسيال يعني تاع البوشري تخدم به، تروح يعني للجزارين تاع العرب تخدم، وسيرتو كي يعود عندك الميتي وتعرف تخدم صح راك تلقى به خدمه. وعندكم ثاني اللي يخدم البيتزا، اللي يخدم البيتزا يا خويا راك عندك ميتي ذهب، وراك تسلك مليح، راه يخلص مليح. وخاوتي اعذروني او بزاف ثاني يسقسوني يقولوا لي خويا وقداه يخلص هذاك وقداه يخلص هذاك، ما على باليش كل واحد كيفاش يتفاهم، كل واحد كيفاش يخلص، كل واحد وكيفاش، ما نقدرش نقول لك ها وقداه تربح. صافي سا ديبون عليك انت قداه تتفاهم مع السيد، سا ديبون انت المكان اللي تخدم فيه، سا ديبون بزاف حوايج تاع السومه هذه، يعني امر تعرفوه وحدكم انتوما. انا المهم قاعد نعطيكم في الميتيات اللي يخدموكم واللي ما تضيعوش بهم، اللي تخلص به الكراك، واللي تشري به قش، واللي تدير به تاويلك. وعندكم الطباخ، الطبخ في التراديسيونيل ولا في الطبخ في التراديسيونيل ولا في ولا طبخ مودرن، ولا الطبخ ثاني راه مليح بزاف خلاص. وفيها ثاني الطبخ راني نسيت، فيه البولونجري، فيه لا بولونجري، بولونجري ثاني راهي مليحه بزاف خلاص تاع لا بولونجري، اللي يخدموا الخبز واللي يخدموا الكرواسون ومن هنا راهي مليحه بزاف خلاص. هذه هي نعطيكم برك، نعاودهم لكم فيت في وشفاو عليا اشفاو مليح معايا، راني نكتبهم لكم بالواحد. عندكم حلاق، عندك بلومبي، عندك سباغ، عندك كهرباء معماريه، عندك ماسون اللي يخدم البلاك وبلاتر البلاتر، عندكم اللي يخدم الباركي، عندكم جزار، عندكم نجارة الألمنيوم، ميكانيك سيارات ودراجات، سودور عجلات اللي يخدم العجلات تاع السيارات والموطوات، اللي يسوق الكلارك، الطبخ، طبخ تراديسيونيل ولا الفاست فود، والطبخ يخص النساء والرجال، اللي يخدم البيتزا،
اللي يخدم المفاتح اللي يسير يعرف كيفاش يحل البيبان ومنها الطولي الريباراتور تاع التليفونات وتاع لي زورديناتور ويدير الفلاش وينحي الكود والامور هذو ولا انفورماتيك اون جينيرال واللي ملاح للملاح ملاح وتلقى بهم خدمه فيت فيه هما عندك الحلاق عندك البناء بانواعه بالسبيغه بالاخر 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 وعندك الجزار وعندك الطبخ والبيتزايولو هذوما مثليات اللي تقدر تلقى بهم خدمه فاسيلمون وما تتمحنش بزاف. هذه هي اخوتي ان شاء الله تكون لا فيديو ما كانتش طويله بزاف وتكون عجبتكم وفادتكم وما تنساوش بارطاجيوها في كامل لي جروب فيسبوك فاهمنا منا منا دبروا رسانكم المهم خلي نفيدوا ناس بزاف راهم اخوتي راكم رميتيات واني نخليهم لكم في صندوق الوصف نزيد نكتبهم لكم لتحت باش اوكاون سيت ولا تقدر تدخل داخل برك تقرا كل شيء. وهذه هي وهنا وصلنا لنهاية الفيديو ونتمنى لكم ان شاء الله ان بون سواري ونتلقاو يوم الاربعاء في فيديو جديد يخص كيفاش تحصل على الجنسية الفرنسية. كونوا في الموعد والسلام عليكم.